السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخكم أنيسة. إن شاء الله كم تكونوا بخير وصحتكم لاباس. أروح معي نديرو هاد لويسوفلي فغيمو هشين وبنان ويحمروا الوجه، سورتو راهو جاي الصيف وناس تحب تروح بالبحر ودير لي بيكنيك وهادوما، مالكم غير بهاد لويسوفلي. صراحة بنة خطيرة ويجو مرقين من الداخل ولا أروع. أروح معي نتبعو طريقة التحضير ونشوفو كيفاش حضرنا لويسوفلي تاعنا. اول حاجه نبداو بالمقادير تاعنا. واش نسحقوا؟ عندي ملعقه كبيره زبده التوريق ذائبه، تقدروا تستعملوا زبده عاديه، 5 مغارف كبار زيت، حليب حسب الحاجه يكون دافي. بالنسبه هنايا عندي ملعقه صغيره خماره، ملعقه كبيره سكر، ملعقه كبيره خميره خبز، وملعقه صغيره تاع ملح. نفس الكاس اللي كيلت به الحليب هنا درت 3 كيلات تاع الفرينه. قطعت لي كميه ما شاء الله حوالي 30 حبه. ننخل اول حاجه الفرينه تاعنا ونصيرها، بعدها نضيف كل المكونات الجافه اللي هي خميره الخبز، السكر، الملح وكذلك الخميره الكيميائيه. نخلط المكونات مع بعض، بعدها نزيد 5 مغارف كبار تاع الزيت ونخلطهم مع بعض بهذا الشكل. بعدها نبدا نضيف الحليب تدريجيا حسب الحاجه، على حسب الفرينه تاعكم، اذا تستعملوا كامل الكميه او الكميه نص. انا هنايا ما استعملتش كميه كامله الحليب حتى تشوفوا العجينه تاعنا اصبحت طريه وتتلاصق بهذا الشكل كما تشوفوا. هنا اخر حاجه راح نضيفها هي زبده التوريق، ما نضيفوهاش مع الاول باش تعطيكم هذاك التوريق في السوفلي تاعكم. ملعقة كبيرة ذايبة تكفي، نعجنها مليح داخل حتى نتحصل على عجينة طرية. تقدروا تخلوا العجينة تاعكم هكا وتخدموا بها البريوش، تجيكم ثان قمة. خلوها تخمر من بعد تخلوها طرية على هذه، عملوا بها البريوش يجيكم حشيش رائع. أنا زدت حوالي ملعقة كبيرة تاع فرينة لأنه باش نلم العجينة تاعنا مليح وما تعيكمش في الخدمة تاعها. كما راكم تشوفوا ضفت ملعقة كبيرة فقط فرينة. هذه هي الطريقة صراحة ولا أروع. نعجن العجينة تاعي مليح ونخليها تريح لمدة ساعة إلى ساعتين أو نص ساعة كيما نتوما تحبوا. قد ما تخمر قد ما حتعطيكم نتيجة أفضل. ننتقلوا للحشو تاعنا. أول حاجة هنا نديرو في كسر ونديرو فيها شوية زيت نباتي ونديرو فيها أي نوع فلفل متوفر عندكم. أنا هنا كان متوفر عندي فلفل ألوان يجي بزاف بنين، درتو هذا واش كان متوفر عندي. درت الفلفل تاعنا الحلو يتقلى في الزيت هذيك. بعدها واش راح نضيفوا له؟ راح نضيفوا له حوالي كميه اللي تحبوها تاع الفيونطاشي. انا هنا استعملت حوالي قيس 30 على ما اظن. نعمل الفيونطاشي تاعنا ونقليه مع الفلفل الحلو تاعنا. نضيف ملعقه صغيره في الطرف تاع الملعقه موتارد او الخردل، معدنوس مقطع صغيره، ثوم حوالي 2 ثوم ما يكون مقطعين او مبشورين، انا نستعمل نقطعهم صراحة. شوية ملح، شوية فلفل اسود، ونخليهم يتقلاو على نار هادية لحد ما هداك يطيب لنا الحشو تاعنا وهداك الفيونداشي يتقلى مليح مع الفلفل الحلو وتكون الحشوة تاعنا جاهزة. انا نخليها هنا يطيب ابا ونروح نحضر السوفلي تاعنا. هنا راني وجدت كلش، العجينة هاي خمرت، ما تخمرش لكم تطلع لكمش بزاف لانه درنا لها عجينة توريق، اما كي طيبوها راح تجيكم هشيشة ورقيقة. نحلل العجينة تاعنا تكون شوية رقيقة، نقطعها. عندي هذا الكاس ما عنديش مول مدور، عندي هذا المول اللي الكبير اللي عندي شوية، قطعت به الحبات تاوعي. الحشوة راهي واجدة، عندي صلصة طماطم تشروها واجدة ولا تخدمها في الدار، جبن أبيض، كذلك عندي شوية معدنوس. هنا نحي هذوك الزوائد كامل تاع العجينة تاعنا بعد ما حلناها. تلموا العجينة تاعكم وخلوها تخمر وتعاودوا تخدموا بها عادي. هنا ليك شكلت حبة تاع سوفلي، راح نشوفوا كيفاش نشكلوها مع بعض بلا طابع بلا مول بلا والو. ناخذ السوفلي العجينه تاعنا، تقدروا اللي يحب كان يحبوا ياكلوا السوفلي شويه خشينه، ما نحبش خشينه وماما ما تحبش خشينه. نرققها شويه هكا بالحلال، ما تنحوا لها الزوائد ما والو، كيما راكم تشوفوا نرققها خلاص باش تجيكم فريمون هشيشه. بعدها نضيف الطبقة الأولى اللي هي صلصة الطماطم،
بهذا الشكل، ما نخرجوش بزاف على الاطراف، لانه بعد ما تطيب راح الحشو هذيك تروح للاطراف ومش بتفتح لكمش بزاف. نزيد الحشو تاعنا هذيك بعد ما جهزت، كنت تكون الحشوة شوية باردة ولا باش العجينة تاعكم ما تطلقش روحها ما يتخسركم الشكل تاع السوفلي تاعكم. بعدها نزيد قطع الجبن، تقدروا تستعملوا اي نوع تاع جبن، اما انا نحب نستعمل هذا الجبن الابيض اللي يجيني جبن ابيض كريمي في يعني يجيكم هايل صراحه في السوفلي، وما ديروش خشين بزاف باش ما يجيكمش الحبه، تقدروا تغلقوها ودير من فوق شويه تاع المعدنوس. بعدها راح نغلق الاطراف تاع السوفلي تاعنا، درت بيض وحده، تقدروا انه حتى ما تستعملوش البيض تقدروا تستعملوا ماء، اما لازم تستعملوها ديروا حاجه، لانه عاملين زبده المورقه والزبده نعرفوها انه تفتح الحاجه وكي تتفتح يعني تطلع، لذلك تستعملوا ماء ونسودي هكا بيدينا. هاليك الحبات راهني وجدتهم كامل وراهم واجدين، نحطهم يخمروا. اول حاجه قبل ما نحطهم يخمروا عفوا ندير ندهنهم بشويه بيض، تقدروا تضيفوا البيض قهوه ولا اللي ما يحبش ريحه البيض، اما ما فيش الزفاره هذا البيض ما فيش الريحه ما فهمتش علاش جبص ماشي بيض. نزيد عليهم الفوق سانوج، او عملت انا سانوج باردون وجلجلان، نرشهم هكا فوق كامل الحبات تاعنا ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق قبل ما نطيبهم. انا هامليك من بعد ما ارتاحوا طيبتهم شوفوا كيفاش يطلعوا، والهشاشة ما نحكيكمش روعة روعة. هامليك لي سوفلي تاعنا بعد ما جهزوا وراهم واجدين، ان شاء الله كانت عجبتكم الوصفة تاعنا، وشوفوا السكنك تاعهم كيفاش يجوا خفاف رائعين جدا صراحة، بنان بنان على الاخر. ان شاء الله كانت عجبتكم الوصفة تاع اليوم، نتلقى في صور اخرى مع مطبخ انيسه. تلافوا بحتكم، باي باي، وصحه فطوركم وصحه رمضانكم.